أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، الفنان شادي زيدان ساعده شقيقه النجم الكبير أيمن زيدان، وشاهد شقائه وعائلته ومحطات في حياته وما لا تعرفون عنه. شادي زيدان هو فنان سوري شهير، وهو الشقيق الأصغر لكل من الفنان القدير أيمن زيدان والفنان وائل زيدان، واكتفى بالخبرة التي حصل عليها من شقيقه الأكبر، فلم يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية مثل عدد كبير من أبناء جيله. وفي بداية مشواره الفني حصل على بعض الدعم من الفنان أيمن زيدان، ثم كانت انطلاقته القوية من خلال الأعمال الكوميدية كشخصية محروس في مسلسل عيلة ست نجوم، وعفيف المزواج في مسلسل عيلة سبع نجوم. وللفنان شادي زيدان مشاركات في أعمال البيئة الشامية، حيث شارك في مسلسلات زمن البرغوت وباب الحارة الجزء السابع وبيت جدي الجزء الثاني الشام العادية. وشادي غالب شكري الزيداني الشهير بشادي زيدان ولد في 5 يونيو عام 1974 في مدينة صغيرة تسمى رحيبة، تقع على بعد 50 كيلومتر شمال شرق دمشق. ونشأ في أسرة محافظة متوسطة الحال، والده كان يعمل شرطيا، وجده شكري الزيداني كان مختارا لبلدة الرحيبة. وشادي زيدان هو الشقيق الأصغر للفنان القدير أيمن زيدان، وعاش في أسرة مكونة من أم وأب وخمس شباب وثلاث بنات. وهذه صورة تجمع شقاء الفنان شادي زيدان، وهم الفنان القدير أيمن زيدان والفنان وائل زيدان وتوامه مهند زيدان وإياد زيدان. وقد كان الفنان أيمن زيدان سببا في دخول أشقائه شادي ووائل الوسط الفني، حيث ساعدهما في البداية ثم كرست موهبتهما حضورهما في الأعمال الفنية السورية. وعادة ما يواجه الفنان شادي زيدان وكذلك شقيقه الفنان وائل زيدان باتهامات دخول الوسط الفني بواسطة شقيقهما النجم أيمن زيدان، وعن ذلك صرح الفنان أيمن زيدان لأحد المواقع الفنية عام 2008، وبأنه لا يعترف بالواسطة في الفن، مؤكدا أن أخوته عملوا في بعض الأدوار البسيطة واستمروا لأنهم موهوبون بشهادة مخرجين عملوا معهم من دون أن يكون له علاقة بالموضوع. وأما الفنان شادي زيدان الذي كان أول ظهور له عبارة عن مشهد واحد فقط في مسلسل أيام الغضب عام 95، ولا يعرف الكثير عن حياة الشخصية للفنان شادي زيدان لأنه غير محب للأضواء، ومعروف أنه متزوج وله ابن يدعى عزمي. وأحب الفنان شادي زيدان التمثيل من خلال متابعة شقيقه الأكبر أيمن زيدان، ففي الوقت الذي كان يبدأ شادي خطواته الأولى في عالم الفن كان شقيقه أيمن نجما لامعا ومديرا لشركة الشام للإنتاج الفني. وكان الفنان الكبير أيمن زيدان قادرا على تسهيل الطريق أمام شقيقيه وائل وشادي نحو النجومية، لكنه لم يفعل أكثر من توفير بعض الفرص الصغيرة في أعماله، مشهد في مسلسل ومشهدين في مسلسل آخر. والبداية الفنية للفنان شادي زيدان كانت عام 95 من خلال مسلسل أيام الغضب، حيث قدم مشهدا واحدا للشخصية الرئيسية درغام في شبابه، والتي أداها الفنان أيمن زيدان في مرحلة عمرية أكبر. وفي العام التالي جسد شخصية محروس في المسلسل الكوميدي الاجتماعي عيلة ست نجوم، وفي عام 97 جسد شخصية عفيف المتزوج من عدة نساء في مسلسل عيلة سبع نجوم. وفي عام 98 شارك في مسلسلات طيبون جدا والفندق وأخوة التراب الجزء الثاني ومحاولات، وفي عام 99 شارك في مسلسلات نساء صغيرات وجواد الليل.
بالإضافة إلى مشاركته في فوازير مشاهير، وهي تجربة الفوازير الوحيدة في حياته. وشارك الفنان شادي زيدان في عشرات المسلسلات السورية المختلفة، وتنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا وأعمال البيئة الشامية. وفي عام 2000 شارك الفنان شادي زيدان في مسلسل ليل المسافرين، وفي العام التالي شارك في مسلسل ألو جميل ألو هناء، حيث جسد شخصية فهيم ببراعة. وفي عام 2002 شارك الفنان شادي زيدان في مسلسلي هولاك وحنين، وفي عام 2003 شارك في مسلسلي زمان الصمت وأنشودة المطر، وفي عام 2004 شارك في مسلسل طيور الشوك، وفي عام 2005 شارك في مسلسل نوادر وحكاية، وفي عام 2006 شارك في مسلسلات حسيبة والواهمون والوزير وسعادة حرمه، وفي عام 2007 شارك في مسلسل رجل الانقلابات، وفي عام 2008 شارك في مسلسلات الخط الأحمر ومن غيره ورصيف الذاكرة، وفي عام 2009 شارك في مسلسلي الشام العادية ومرسوم عائلي، وفي عام 2010 شارك في مسلسلي القعقاع بن العمرو التميمي وساعة الصفر، وفي عام 2011 شارك الفنان شادي زيدان في مسلسلات طالع الفضة وملح الحياة وسوق الورق ورجال العز وأيام الدراسة الجزء الأول وكشف الأقنعة. وفي عام 2012 شارك في مسلسلات ما بتخلص حكاياتنا وأيام الدراسة الجزء الثاني وأمام الفقهاء وزمن البرغوت ومختار حارتنا. وفي عام 2014 شارك في مسلسل القربان، وفي عام 2015 شارك في مسلسلي باب الحارة الجزء السابع والعراب ونادي الشرق، وفي عام 2016 شارك في مسلسلي الطواريد وأيام لا تنسى، وهي آخر أعماله التلفزيونية. وشارك الفنان شادي زيدان في عدد من الأفلام السينمائية، نذكر منهم فيلم صورة عام 2002، وفيلم موكب الإباع عام 2005، وفيلم الزائرة، وفيلم وجه آخر للقتل عام 2012. وللفنان شادي زيدان بعض التجارب كمخرج مساعد مثل مسلسل عائد إلى حيفا عام 2004، وتجارب إنتاجية حيث عمل كمشرف منفذ لمسلسل الرسوم المتحركة مغامرات البابا لوز. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.